بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مرة أخرى في محاضراتنا المسجلة لمساق مبادئ الاستشعار عن بعد، والذي يقدم لطلبة بكالوريوس نظم المعلومات الجغرافية التطبيقية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. في المحاضرة السابقة بدأنا الحديث عن أنواع الريموت سينسينج based upon the source of energy، أنواع الريموت سينسينج بناء على مصدر الطاقة. وقلنا أنه قد يكون مصدر الطاقة عندي هو الشمس، وهذا الحكي كان في الباسيف ريموت سينسينج أو الاستشارة عن بعد السلبي. ممكن يكون عندي الطيف الحراري، بمعنى أنه أنا في عندي انبعاث للحرارة من الأجسام اللي على سطح الأرض، وهذه الحرارة يتم قياسها بواسطة مجس أو مستشعر. وقلنا في عندنا حاجة اسمها الأكتيف ريموت سينسينج أو الاستشارة عن بعد الإيجابي أو الموجب. وفي هذه الحالة قلنا في عندي رادار هو الذي يرسل الموجات ثم تصطدم بالأجسام وترتد مرة أخرى ويقوم المستشعر بتسجيلها. الآن في النوع الأول زي ما قلنا مصدر الإشعاع هو عبارة عن الشمس. في النوع الثاني مصدر الإشعاع هو عبارة عن الجسم. وفي هذه الحالة إذا أنا بحكي عن طيف حراري، إذا في عندي إشعاع حراري أو انبعاث حرارة. مصدر الإشعاع قد يكون الجسم وقد يكون الرادار، وفي هذه الحالة بنحكي عن المايكروويف أو الأشعة الدقيقة، وحنسميها منعكسة لأنه زي ما احنا شايفين تسقط الموجة وترتد أو تنعكس مرة أخرى ناحية المجس. إذا في حال أنه أنا في عندي مصدر الطاقة هو الشمس، تصدر الشمس الموجات الكهرومغناطيسية تسقط على الأرض أو على الظواهر اللي موجودة على سطح الأرض، تتفاعل معها ويتم انعكاس هذه الموجات ثم تسجل بواسطة المجس. طبعا هذا النوع من الاستشعار عن بعد راح يكون في مجال الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء الفيزيبل اند في الانفراريد. تحت الحمراء يعني انفراريد. الطيف الحراري قلنا في المحاضرة السابقة بأنه كل جسم درجة حرارته أعلى من 0 كلفن أو أعلى من ناقص 273 درجة مئوية يبث إشعاع حراري أو يبعث حرارة. هذه الحرارة يتم تسجيلها على المستشعر أو على السنسور، وبنحصل على حاجة اسمها الاستشعار عن بعد الحراري أو الطيف الحراري، أو اللي راح نسميه في الثيرمال باند. بالنسبة للنوع الثالث هو في حالة الرادار، أنه أنا بستعمل المايكروويف ريفليكتد مايكروويف الأشعة الدقيقة المنعكسة. ممكن الأشعة يكون مصدرها من الرادار زي ما احنا شايفين تسقط ثم تنعكس وتسجل مرة أخرى على المجس، أو ممكن الجسم نفسه هو الذي يرسل الأشعة الدقيقة. طبعا الشكل اللي في الأسفل بيوضح لي الأطوال الموجية لكل نوع من أنواع الاستشعار عن بعد، بمعنى أنه في الضوء الحراري والأشعة تحت الحمراء تقريبا لو أنا بدي أخذ المتوسط بيكون عندي نص مايكروميتر، لكن لو أنا بدي أجي بالتفصيل راح أبدأ من عند حوالي 400 نانومتر أو 0.4 مايكرومتر لعند 0.7 مايكرومتر. هذا بيعطيني الطيف المرئي. تحت الحمراء بتصل من عند 0.7 لعند حوالي 3 مايكرومتر. لو أنا بدي أجي على الثيرمال الطيف الحراري في عندي أطوال موجية أخرى حنشوفها كمان شوي بالتفصيل. الأشعة الدقيقة أو المايكرويف ممكن الطول الموجي يصل عندي إلى 1 متر. هذه تصنيفات تتعلق بالاستشعار عن بعد بناء على مصدر الطاقة. نشوف الآن كيف أنا بدي أعمل تصنيف للريموت سينسينج based on electromagnetic waves بناء على الموجات الكهرومغناطيسية. في عندي أنا 3 أنواع من الريموت سينسينج بناء على الالكترومغناطيك ويفز. في عندي الأوبتيكال ريموت سينسينج، الاستشعار عن بعد في المجال المرئي أو المجال البصري، وهذا بيقيس لي الريفلكتانس في حالة الفيزيبل والنير انفراريد، بيقيس لي في مجال الطيف المرئي والأشعة تحت الحمراء. في عندي الثيرمال ريموت سينسينج، الاستشعار عن بعد الحراري، وهذا بيشتغل على التمبريتشر المنبعثة من الأجسام أو من الإليمنتس. المايكروويف ريموت سينسينج بيقيس المايكروويف التي قد يرسلها الرادار أو قد ترسل من الأجسام اللي عندي. الآن نطلع مع بعض من عند ما أنا واقف من عند الجاما راي إلى عند الموجات المايكروويف أو موجات الـ AM. لو نطلع مع بعض نبدأ هنا من عند موجات قصيرة الطول الموجي من 10 أس ناقص 14.
الوحدة طبعا عندي بالمتر زي ما احنا شايفين إلى عند 10 أس 4 متر. الآن هذا الرينج الواسع هو بيغطي جميع الأطوال الموجية لمين؟ للإلكترومغناطيك ويفز. الآن اللي أنا بدي إياك تنتبه له، الطيف المرئي شايفين هذا النطاق الضيق اللي بيبدأ من حوالي 400 نانومتر لعند 700 نانومتر، هذا النطاق الضيق هو اللي بيكون في حدود البصر تبع البشر، بمعنى أنه تستطيع العين البشرية أن تميز هذه الألوان أو تستطيع أن تميز الموجات في هذا النطاق الضيق، عشان هيك بنسميه هذا النطاق المرئي. المرئي يعني اللي تقدر العين البشرية إنها تشوفه. طبعا يبدأ بالأحمر وينتهي بالبنفسجي، ما هو دون الحمراء بنسميه الأشعة تحت الحمراء، ما هو فوق البنفسجي راح نسميه الأشعة الفوق بنفسجية. وهذه الألوان هي 7 ألوان، تبدأ من الأحمر مرورا بالبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي، هي 7 ألوان وهي ألوان الطيف اللي بتتكون عندي في قوس قزح أو عند تعريض ضوء الشمس إلى المنشور الثلاثي، فبتنتج عندي هذه الألوان. إذن مرة أخرى، هذا النطاق الضيق البسيط هو اللي راح نسميه الفيزيبل لايت أو الطيف المرئي أو الضوء المرئي. وزي ما انتم شايفين احنا اخذنا هذا الجزء الصغير وكبرناه، عشان هيك عملنا هذا الخط وهذا الخط. اذا هذه المنطقه كلها لو انا بدي اضغطها بتيجي بتدخل عندي في هذا الجزء اللي احنا راح نسميه الطيف المرئي. الان على يمين الطيف المرئي في عندي الانفراريد ريز او الاشعه تحت الحمراء، على يسار الطيف المرئي في عندي الالترا فايولت الاشعه الفوق بنفسجيه. الان كل احنا ما اتجهنا ناحيه اليسار كل ما الطول الموجي صغر وكل ما الطاقة زادت. إذن الأشعة قصيرة الطول الموجي هي أشعة أو موجات عالية الطاقة، وكل إحنا ما اتجهنا نحو اليمين الطول الموجي عندي بيزيد والطاقة تتناقص. إذن الأشعة الفوق بنفسجية تكون إشمالها قصيرة الطول الموجي عالية الطاقة، أما الأشعة تحت الحمراء أو موجات الرادار تكون كبيرة الطول الموجي قليلة الطاقة. هذه صورة أخرى بتوضح لنا كيف الإلكترومغنتيك ويفز واستخدامها في الريموت سينسينج. هي عندي الإشعاع الشمسي مرة أخرى، فزي ما احنا شايفين أعطاني حاجة اسمها الإلكترومغنتيك سبيكترم، الطيف الكهرومغناطيسي، في عندنا الجاما راي والإكس راي الألترا فايولت، بعدين الطيف المرئي، ثم الآي آر أو الإنفراريد، ثم المايكروويف والراديو ويف. وأعطاني هنا تحت هو الأرقام تعبر عن الطول الموجي بالمتر، يبقى الويف لينث إن متر. ورجعنا مرة أخرى كبرنا منطقة الطيف المرئي حتى نعمل فوكس عليها بشكل أكبر. الآن اللي بدي تركز عليه، انتبه للمنطقة اللي في الفيزيبل وفي الإنفراريد، هيعطيني حاجة اسمها أوبتيكال ريموت سينسينج، وهذه بتكون باسيف ريموت سينسينج اللي هو الاستشعار عن بعد السلبي. اما في حاله المايكروويف اعطاها اللون البنفسجي زي ما احنا شايفين، مايكروويف ريموت سينسينج، هذه بتكون اكتيف ريموت سينسينج او الاستشعار عن بعد الفعال او الايجابي او الموجب. تمام. الان هذه الرسمه بتوضح لي كيف الاوبتيكال ريموت سينسينج، واتفقنا انه هذا بيكون في الفيزيبل وفي النير انفراريد واونلي داي تايم، بيكون فقط في وقت النهار لانه يعتمد على ضوء الشمس. زي ما احنا شايفين انه ضوء الشمس يسقط على المكونات اللي على الارض، في عندي هنا مباني او بيلت اب اريا، في عندي بيفت رود طرق معبده، في عندي بير سويل تربه قاحله او جرداء، جراس اللي هي الاعشاب، الووتر والفورست، وهنا في عندي الاتموسفير. فزي ما احنا شايفين الاشعاع الشمسي بيسقط على هذه الفيتشرز او هذه الاجسام وينعكس او يرتد على الساتلايت. كل مكون من مكونات سطح الأرض يعكس الطاقة بقدر يتناسب معه. ليش؟ لأنه اتفقنا أنه كل إليمنت أو كل فيتشر على سطح الأرض له بصمة طيفية تختلف عن الآخر. هذه الإشعاعات المنعكسة وين بتروح؟ بتروح على الساتلايت ويتم استقبالها وتسجيلها. إذن الساتلايت يستقبل الطاقة المنعكسة من الأجسام المختلفة والظواهر اللي موجودة على سطح الأرض.
النوع الثاني هو الثيرمال ريموت سينسينج أو الاستشارة عن بعد الحراري، واتفقنا في هذه الحالة أن جميع الأجسام اللي حرارتها أكبر من 0 كلفن أو أكبر من ناقص 273 درجة مئوية بتبعث حرارة أو emit energy. عشان هيك بنقول هنا temperature emissions. emissions يعني انبعاثات حرارية. زي ما احنا شايفين بالرسمة اللي عندنا، هاي الأجسام عملها بتبث الحرارة أو بتبث الثيرمال راديشن وين إلى الأعلى ويتم تسجيله على السنسور. طبعا في هذه الحالة أنا ما بحتاج ضوء شمس لأنه بعتمد على حاجة اسمها الثيرمال إميشن أو التمبريتشر إميشن. مرة ثانية من باب التأكيد، أي جسم حرارته أعلى من 0 كلفن أو ناقص 73 درجة مئوية يبث طاقة أو يبث حرارة. عشان هيك لما بنطلع إحنا على الخضروات والفواكه بعد فترة بنلاقيها، يعني لو إحنا تركناها في منطقة مكشوفة بنلاقيها خربت بعد فترة أو تلفت. السبب انه هذه الخضروات او هذه الفواكه بتبث اشعاع او بتبث طاقة. طالما انها بتبث طاقة اذا هي حية وهي تتهالك مع الوقت. حتى انا اوقف هذا التهالك او هذا الانبعاث بدي انزل الحرارة الى اقل من 73 درجة مئوية تحت الصفر، وبالتالي بيصير عندي ابطاء لعملية الميتابوليزم او عملية التحلل، بذلك انا ابطل عملية تحلل المواد وأبقي عليها دون أي تلف أو أي تحلل. النوع الثالث هو المايكروويف ريموت سينسينج أو الاستشعار عن بعد باستخدام الموجات الدقيقة. اتفقنا في هذه الحالة أنه هذا النوع هو من أنواع الأكتيف ريموت سينسينج، وبالتالي زي ما احنا شايفين هاي الرادار، الرادار إجماله بيرسل الأشعة يبقى emitted by sensor وثم تسقط على الأجسام المختلفة على سطح الأرض وتنعكس وترتد مرة أخرى وتسجل على الرادار. يبقى element microwave هذا فعال في حالة day and night، في النهار وفي الليل، لأنه ما بحتاج أنا ضوء الشمس. all places في جميع الأماكن. all weather conditions في جميع الأحوال الجوية المختلفة. لكن عيوبه أنه high cost of sensing، أنا بحتاج تكلفة عالية حتى أقوم بعملية الاستشعار. need power to operate، يحتاج إلى طاقة أو إلى مصدر كهرباء حتى أنه نشغل هذا الرادار، وممكن أنه ويحتاج إلى وجود أداة لحمل هذا الرادار، إما بتكون سفينة أو بتكون عربة أو بتكون دبابة whatever. أما أنا بحتاج إلى فيكل أو إلى يعني شغلة معينة حتى أقدر أحمل الرادار عليها. الآن نجي نصنف الريموت سينسينج بناء على السبكترال كاركترستكس، بناء على الخصائص الطيفية. في عندنا بصراحة أكثر من نوع من أنواع الريموت سينسينج بناء على الخصائص الطيفية. أول نوع هو البانكروماتيك ريموت سينسينج، وهذا اتفقنا عليه في السابق بأنه الصورة البانكروماتية هي صورة بتكون فقط من لونين أبيض وأسود. هذه الصورة يتم فيها جمع كل الأطياف في صورة واحدة، وبالتالي نحصل على صورة بانكروماتية أو صورة أبيض وأسود. هذه الصورة غير مفيدة في دراسة الخصائص الطيفية للأجسام. ليش؟ لأنه أنا جمعت كل الأطياف وحطيتها في باند واحد أو في طيف واحد. لا أستطيع في هذه الصورة فصل الأطياف عن بعضها البعض، وبالتالي هي خليط من الأطياف والأطوال الموجية. النوع الثاني بنحكي فيه عن المالتي سبكترال ريموت سينسينج، الاستشعار عن بعد متعدد الأطياف. النوع الثالث هو الهايبر سبكترال ريموت سينسينج. طب ايش الفرق بين المالتي سبكترال والهايبر سبكترال؟ الاثنين هم عبارة عن متعدد الاطياف، لكن الفرق بينهم حاجة اسمها الباند ويدث. نشوف مع بعض الكلام هذا، بس نقدم سلايدين للامام وبنرجع حتى نوضح الصورة. لو جينا اطلعنا هنا على السنسور كيف بيقسم السبكترال باند انتو مور نارو سبكترمز، نطلع على البرود باند زي ما احنا شايفين، اعطاني هنا الفيزيبل واعطاني الشورت ويف انفراريد واعطاني اللونج ويف انفراريد، يعطاني هنا الطيف المرئي، الاشعه تحت الحمراء القصيره، الاشعه تحت الحمراء الطويله. الان اطلعوا لي على المالتي سبكترال، اذا على الطيف المرئي قسم لي اياه الى 3 باندز، باند رقم 1 هو اللون الازرق، باند رقم 2 اللون الاخضر، باند رقم 3 اللون الاحمر. يبقى هنا اجى قسم لي الفيزيبل الى 3 باندز، فهذا سميناه مالتي سبكترال، لانه
الباند الواحد اللي كان هنا قسم لي إلى مجموعة من الباندات أو مجموعة من الأطياف، فصار عندي مالتي سبيكترال. طبعا نطلع هنا على بقية الترقيم، عندي باند 4 5 7، طب وين 6؟ 6 هياته أجا هنا. طب ليش حط لي السادس هنا؟ السادس أو الباند السادس هذا بيقيس في اللونج ويف انفراريد، هذا بيقيس في الثيرمال، في الاستشعار عن بعد الحراري. حنيجي على الهايبر سبيكترال، ايش بيفرق عن المالتي سبيكترال؟ بيفرق في الباند ويدث. هنا كم باند عندي؟ هنا عندي 7 باندات، كويس، لكن هنا عندي مئات الباندات. اجرى اللون الازرق قسم لي الى سب باندز اكثر فسمى لي هايبر سبيكترال، الاخضر قسم لي الى سب باندز، عشان هيك زي ما احنا شايفين السبع باندات اللي هنا صاروا مئات الباندات اللي هنا. الفرق بين هذا وبين هذا هو الباند ويدث. هنا الباند ويدث ايش ماله؟ اصغر. شايفين هنا الباند ويدث اجى من عند 45 او 0.45 نانومتر لعند 0.52 نانومتر، هذا الباند ويدث. لكن هنا قسم لي الى مجموعه من السب باندز، وبتوقع انه عرض الباند او الباند ويدث حيكون اقل في هذه الحاله. النوع الاخير هو الالترا سبيكترال، اجى قسم لي اياه، يعني كل سب باند او كل باند موجود هنا قسم لي اياه الى باندات اضيق، فهنا بنحكي عن مئات الباندات، هنا بنحكي عن الاف الباندات. اذا هذه الصوره او هذا الشكل بيوضح لي الفرق بين المالتي سبيكترال والهايبر سبيكترال والالترا سبيكترال. طيب اذا هذه صارت واضحه بالنسبه لنا. مره اخرى هذا الصوره اللي عندي هي صوره بانكروماتيه، وهذه الصوره هي صوره عاديه، الالوان اللي فيها الوان حقيقيه، عشان هيك الباندات اللي موجوده زي ما احنا متفقين، حط الباند الاول في اللون الازرق، الباند الثاني في اللون الاخضر، الباند الثالث في اللون الاحمر، فظهرت عندي الصوره زي ما احنا شايفين بالالوان الحقيقيه. طبعا هذه الصوره ايضا بتوضح لي كيف توزيع المالتي سبيكترال باندز. لو اطلعنا على القمر الصناعي لانسات مالتي سبيكترال سنسور، هذا القمر الصناعي اطلق في سنه 1972. الان لو بدي اطلع على الباندز اللي فيه، حلاقي في عندي باند رقم 1 2 3، وهي عندي كمان باند رقم 3. باند رقم 3 زي ما احنا شايفين اشماله انقسم الى جزئين، ولكن الاثنين انتبهوا وين بيقيسوا؟ في النير انفراريد، في النير انفراريد الاشعه تحت الحمراء القريبه. الان باند رقم 1 بيقيس الفيزيبل جرين، اللون الاخضر المرئي. باند رقم 2 بيقيس الفيزيبل ريد، الاحمر المرئي. طب الازرق وين موجود؟ الازرق غايب عن المشهد، يبقى الباند اللون الازرق مش موجود. اذا انا بأتوقع انه في هذه الحاله الصور اللي انا بحصل عليها من اللاندسات الام اس اس اللي اطلق في سنه 1972 راح تكون بالفولس كلرز. ليش؟ لانه اللون الازرق مش موجود عندي. واحنا اتفقنا عشان الصوره تظهر بالالوان الحقيقيه لازم يكون عندي اللون الازرق في الباند الاول، اللون الاخضر في الباند الثاني، اللون الاحمر في الباند الثالث. طيب لو جينا على اللاندسات ثيماتيك مابر والانهانس ثيماتيك مابر اللي اطلقت في سنه 1982، نتطلع كم باند صار في عندي؟ في عندي 8 باندات، هنا كانوا 3 باندات، هنا صاروا كم باند؟ صاروا 8 باندات. يبقى واضح هذا عباره عن مالتي سبيكترال لانه اكثر من باند. الباند الاول بيشتغل عندي في البانكروماتيك، الباند الثاني بيشتغل في الازرق، الباند الثالث في الاخضر، الباند الرابع في الاحمر. يبقى لو انا جيت وضعت الباند الثاني في الازرق، الباند الثالث في الاخضر، الباند الرابع في الاحمر، فاتوقع انه راح تظهر عندي الصوره بالالوان الحقيقيه. بعد هيك الباند رقم 5 اعطاني في النير انفراريد، الباند رقم 6 في الميد انفراريد، الباند رقم 7 في الثيرمال، وباند رقم 8 في الميد انفراريد. الان الارقام اللي على اليمين، هذه الارقام 79، هذا بيعطيني مقاس البكسل للصوره اللي عندي. واضح انه المقاس عندي يعني اقل وحده في الصوره هي عباره عن 79 × 79، 79 متر في 79 متر. بمعنى انه لو كان عندي فيتشر على سطح الارض حجمها او مساحتها 50 × 50، هذا اللاندسات اشمال ما بيقيسها، اللاندسات ام اس اس ما بيقيسها، لانه اقل قطعه بيقدر يقيسها بدها تكون 79 × 79. الان طبعا مع تحسن الاقمار الصناعيه وزياده جودتها اصبحت بتقيس عندي زي ما احنا شايفين
هنا في البانكروماتيك صارت 15 متر، يعني بتقدر هذه تقيس لي فيتشر مقاسها 15 في 15، لكن اذا كانت 10 في 10 ما راح يقيسها. في الالوان لو بنحكي عن الباند رقم 1 و3 و4 واضح انه المقاس اللي عندي او ريزوليوشن هو عباره عن 30 متر، لكن اذا بحكي في الثيرمال واضح انه عندي 120 متر في الباند رقم 8 اللي بيقيس لي في الميد انفراريد، مقاس البكسل اللي عندي 30 متر في 30 متر. بتوقع هيك صارت واضحة عندنا الفرق بين المالتي سبيكترال وبين البانكروماتيك وبين الهايبر سبيكترال والالترا سبيكترال. نحكي الآن عن حاجة اسمها سنسور سيستم. ما هو السنسور أو ما هو المستشعر أو المجس؟ هو عبارة عن جهاز ذات ريسيفز، يستقبل electromagnetic radiation، يستقبل الإشعاع الكهرومغناطيسي and converts it، ويحوله into a signal، بيحوله إلى إشارات أو إلى نبضات that can be recorded، تسجل and displayed، وتعرض as either numeric data or image، إما على شكل بيانات رقمية أو على شكل صورة. الآن السنسورز قد تكون active وقد تكون passive. لو حكينا عن الاكتيف سنسورز حيكون في عندنا الرادار والسونار والليدار والليزر، وهذه مرت علينا في اول الكورس. الباسيف سنسورز ممكن نحكي عن فيريس كاميرا وعن السكانرز. هذه هي انواع السنسورز اللي عندي، قد تكون اكتيف وقد تكون باسيف. نتكلم الان عن حاجه اسمها ساتلايت اند سن جيومتري. لو قلنا هذا هو اتجاه الشمال، فاي بتساوي صفر او بتساوي زيرو، قلنا هاي السنسور او الساتلايت اللي عندي او المستشعر. لأن لو انا اسقطت هذا المستشعر، انزلت بخط رأسي على الارض كويس، وعملت طبعا هذه نقطة، نقطة المسقط تبعه، جيت انا وصلتها بخط بمر من الاوريجين، هذه الزاوية، هذه الزاوية الزرقاء، هذه الزاوية راح نسميها السنسور ازيموث. السنسور ازيموث، ما هي السنسور أزيموث؟ هي عبارة عن الزاوية اللي جاية بين مسقط السنسور، هاي مسقطه، واتجاه الشمال. يبقى هاي مسقط السنسور، لو أنا وصلت بخط حينشئ عندي زاوية أفقية، هذه الزاوية في المستوى الأفقي كويس، هذه الزاوية اسمها سنسور أزيموث. بنفس الآلية لو قلنا هاي الشمس عندي أنا موجودة illumination أو مصدر الطاقة اللي عندي أو مصدر الإنارة، عملت مسقط للشمس، إجت نقطة مسقط الشمس هنا، لو أنا وصلت بخط كويس وجيت أخذت الزاوية الصفراء، هذه كلها الزاوية، هذه عبارة عن السولار أزيموث، هي زاوية السمت الشمسي اللي إحنا بنسميها، هي زاوية أفقية مرة أخرى بقيسها أنا من اتجاه الشمال وبأمشي حتى أصل إلى الضلع اللي عندي أو المسقط اللي عندي، مفهوم؟ يبقى السولار أزيموث أو السنسور أزيموث هي عبارة عن زوايا أفقية، وهي تتكون من مسقط الجسم واتجاه الشمال. النوع الثاني من الزوايا هي زوايا رأسية، حنسميها الزينث، الزينث أنجل. هيات السنسور اللي عندي، هذا السنسور مع هذا الخط تبعه الآن مع الاتجاه الرأسي هيعطيني حاجة اسمها سنسور زينث. الآن اللي بدي إياك تنتبه له إنه السنسور زينث هي عبارة عن زاوية رأسية، وبنفس الآلية في عندي حاجة اسمها السولار زينث، زاوية الزينث تبعت مين أو الزينث أنجل تبعت الشمس، وهي أيضا زاوية رأسية. اللي بدي إياك تنتبه له هذه الزاوية، هذه هيك كلها، هذه عبارة عن زاوية 90 درجة، لأن هذه الزاوية هي عبارة عن الزينث أنجل. طب هذه الزاوية هي عبارة عن إيش؟ هذه عبارة عن السنسور إليفيشن، سنسور إليفيشن، زاوية ارتفاع المجس أو السنسور اللي عندي. اللي بدي إياك تنتبه له كويس بإنه السنسور إليفيشن زائد السنسور زينث مجموعهم بيساوي 90 درجة، وهي عبارة عن زاوية رأسية. أما السنسور أزيموث هي عبارة عن زاوية أفقية، وهي تتكون من اتجاه الشمال مع مسقط السنسور اللي عندي. نفس الشيء بالنسبة للشمس، هذه عبارة عن
السولار زينيث، وهذه الزاوية هي عبارة عن مين؟ هي عبارة عن السولار إليفيشن، هذه عبارة عن سولار إليفيشن. بنفس الطريقة راح نكمل الكلمة للآخر، كونوا أنتوا عارفينها السولار إليفيشن. الآن السولار إليفيشن زائد السولار زينيث مجموعهم بده يساوي 90 درجة. الآن هذه الزوايا في إيش أنا بستفيد منها؟ أنا بقدر أتعرف على مكان الستلايت من خلال الزوايا بمعلومية الزوايا، وهذه التطبيقات اللي درس حاجة اسمها حساب مثلثات في المدرسة، أو العلاقات اللي بين الساين والكوساين، كنا نستعمل حاجة اسمها زوايا الارتفاع وزوايا الانخفاض، وباستخدام العلاقات الرياضية وحساب المثلثات كنا نقدر نعرف ارتفاع الأجسام أو وين مكانها عن سطح الأرض. طبعا هذه الصورة أيضا استكمال للي بدأناه قبل بشوي، زي ما احنا شايفين في عندنا الزينث أنجل وفي عندنا الإليفيشن أور الألتيتيود، يبقى هذه عبارة عن إليفيشن أنجل أو ألتيتيود، أوكي؟ إما إليفيشن أو ألتيتيود، مجموع الإليفيشن مع الزينث بيعطيني زاوية قائمة أو زاوية مقدارها 90 درجة. هذه التيرمز مهمة جدا وضروري جدا جدا تكونوا عارفينها وفاهمينها كويس. مرة أخرى، The source of electromagnetic spectrum زي ما احنا متفقين هو مصدر الشمس. هذه الشمس بتبدأ عندنا من الجاما راي والإكس راي، وكل ما نزلنا إلى أسفل الطول الموجي بيزيد لعند ما أصل من موجات الميكروويف وموجات الرادار، وزي ما احنا شايفين هذا هو النطاق الضيق، هو نطاق الفيزيبل. مرة أخرى إجا كبر لي الفيزيبل سبيكترم، وزي ما احنا شايفين هي بدأ هنا عندي من اللون البنفسجي، هنا عندي الألترا فيولت، وهنا عندي تحت الحمراء، وهذه هي ألوان قوس قزح اللي عندي أو ألوان الطيف المرئي. كويس، هذه الصورة عبارة عن تكرار للسابق. لمزيد من التوضيح بنقول أن الشمس هي المصدر الرئيسي للإشعاع الكهرومغناطيسي. ضوء الشمس هو مصدر الإضاءة على كوكب الأرض، والدماغ أو المخ تبعنا يستخدم لبناء صورة متكاملة للمشاهد التي يراها الإنسان. بنشوف المشاهد بألوانها الحقيقية، وبذلك تستطيع العين البشرية رؤية مختلف المظاهر الطبيعية والبشرية على الأرض أثناء النهار. ليش؟ لأنه زي ما قلنا ضوء الشمس بيكون موجود عندي في النهار. إن سبب تسمية الطيف المرئي بهذا الاسم يعود إلى أن العين البشرية تستطيع كشفه ورؤيته، عشان هيك سميناه الطيف المرئي أو الفيزيبل سبيكترم. هناك أنواع أخرى من الطاقة الكهرومغناطيسية إلا أنها غير مرئية، زي ما قلنا مثل الأشعة القصيرة اللي هي الميكروويف، والأشعة تحت الحمراء والفق بنفسجية، وأشعة إكس أو السينية، وأشعة جاما إلى آخره. وجميع هذه الأنواع تعتبر أطياف، وهي تشع طبقا لنظرية الموجات الكهرومغناطيسية. طيب هذه أيضا صورة أخرى بتقول لي أنه الإلكتروماغنتيك راديشن أو الموجات الكهرومغناطيسية refers to the energy، هي نوع من أنواع الطاقة، that moves with the velocity of the light، تتحرك بسرعة الضوء، in a harmonic wave pattern، harmonic يعني حركة توافقية، هل قد هنشوفها مع بعض، and consists of both electric and magnetic field، تتكون من نوعين من المجالات، عندي مجال كهربائي ومجال مغناطيسي. بدنا نقف شوي عند بعض التيرمز أو بعض الكلمات في هذا التعريف لأنها نقاط مهمة. الإشعاع الكهرومغناطيسي يتحرك بسرعة مقدارها سرعة الضوء، the velocity of light، قدر سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الساعة أو 3 × 10^8 متر بير سكند. يبقى عرفنا الآن السرعة قديش. in a harmonic wave pattern، إيش يعني harmonic؟ توافقي. لو نطلع على دالة الجيب أو جيب التمام بنلاحظ إنها بالشكل هذا، هذه الدالة هي دالة توافقية، يعني بتكرر نفسها كل فترة زمنية معينة. طيب صرنا عارفين إيش يعني harmonic، and consist of both electric and magnetic fields، بتكون من مجالين، أحدهما مجال كهربائي والآخر مجال مغناطيسي، والمجالين هذول بيكونوا متعامدين على بعضهم البعض. يبقى يتكون الإشعاع الكهرومغناطيسي من حقلين، هما حقل كهربائي أعطناه الرمز E، يقع في الاتجاه العمودي على المسار الذي يمر فيه الإشعاع،
والحقل المغناطيسي يمر بزاوية قائمة على الحقل الكهربائي، إذن هما إيش مالهم؟ متعامدين على بعض، وكلا الحقلين يسيران بسرعة الضوء اللي حكينا عنها قبل بشوي. الآن في علم الموجات أو الأمواج في عندي مجموعة من التعريفات، أهمها حاجتين هما الطول الموجي والتردد. ما هو الطول الموجي؟ الطول الموجي هو المسافة بين قمتي موجتين متتاليتين، إما بين قمتين أو بين قاعين، أي أنه المسافة بين قمة موجة وقمة الموجة التي تليها من موجة الإشعاع، ويرمز لها بالرمز لامدا، وهذا هو طول دورة الموجة. طبعا بما أنه طول يقاس بوحدات المتر أو أجزاء من المتر مثل النانومتر أو المايكرومتر. ما هو التردد؟ التردد هو عدد دورات الموجة التي تعبر نقطة ثابتة في الثانية الواحدة، ويرمز له بالرمز F يعني فريكوانسي، ويقاس التردد بالهيرتز، نعطيه الرمز HZ. فترة الموجة هي الفترة الزمنية التي تقطعها الموجة في الثانية الواحدة. الشكل اللي عندنا بيوضح لنا هذه المفاهيم. لو نطلع مع بعض، هذا هو عبارة عن مكونات الإشعاع الكهرومغناطيسي. زي ما احنا شايفين في عندي هذا النطاق أو الحقل العمودي، هذا عبارة عن مين؟ هذا عبارة عن الإي، الحقل الكهربائي. وهنا في عند الحقل الثاني هو الحقل المغناطيسي، أعطناه الرمز M، Magnetic Field، وهنا Electric Field. واضح أنه واحد فيهم لفوق والثاني جاي إشماله عمودي عليه، الزاوية هذه إشمالها 90 درجة، وهذا بيعبر لي عن المسافة. الآن المسافة بين هذه القمة وهذه القمة هي عبارة عن الطول الموجي، أو بين هذا القاع وهذا القاع هي عبارة عن الطول الموجي. طبعا هذه الموجات تتحرك بسرعة كبيرة جدا، وهي تساوي سرعة الضوء. الطول الموجي راح نعطيه الرمز لامدا حسب ما اتفقنا قبل شوي. ممكن الآن أنا أربط التردد والطول الموجي مع الفترة الزمنية من خلال العلاقات الرياضية التالية. أول حاجة بقول إنه سي بتساوي لامدا مضروبة في اف. مين هي سي؟ سي هي عبارة عن السرعة، هي عبارة عن سرعة الضوء بتساوي الطول الموجي مضروب في التردد. طب لو بدي أطلع لامدا من هذه المعادلة، لامدا هتساوي سي على اف، كويس؟ طيب اللي أنا بعرفه إنه مقلوب التردد هو عبارة عن الزمن الدوري، هو عبارة عن تي. إيش هو الزمن الدوري؟ الزمن الدوري هو زمن دورة كاملة، منيح؟ طيب تي هو عبارة عن واحد على اف، يعني بيساوي لامدا مقسوم على سي، وزي ما اتفقنا إنه لامدا هو الطول الموجي ويقاس بالمتر، والاف هو التردد ويقاس بالهرتز، وسي هي سرعة الضوء بتساوي 3×10^8 متر في الثانية. في عندي كمان علاقة بتقول لي إنه سرعة انتشار الموجات V هي نتاج قياس التردد والطول الموجي، وتقاس من خلال العلاقة الرياضية إنه V بتساوي لامدا في F، أو السرعة بتساوي التردد مضروب في الطول الموجي، وهي شبيهة بالعلاقة اللي فوق. الآن لو بدي أطلع على الشكل التالي، هذا الشكل بيعطيني منحنيين. عندي منحنى A، تمام؟ هذا هو الموجة القليلة أو سعتها قليلة، وفي عندي موجة B السعة تبعتها كبيرة. نطلع مع بعض على قمة وقمة، المسافة بينهم هي عبارة عن الطول الموجي للمنحنى B، كويس؟ الآن أقصى ارتفاع للقمة هذا راح نسميه السعة. إذا سعة المنحنى B لو ناخذها من الواي أكسس هي عبارة عن 4 وحدات. أما سعة المنحنى A، طلع هنا مع بعض، هي سعة المنحنى A هي عبارة عن وحدتين. يبقى واضح إنه الموجتين اللي عندي هم إلهم نفس الطول الموجي، لكن يختلفوا في السعة. نرجع مرة تانية. إذا الشكل يوضح لي منحنيين A و B لموجتين متساويتين في الطول الموجي والتردد. طبعا إذا تساوت الموجات في الطول الموجي إذا تساوت في التردد، لكن هم مختلفين في مقدار السعة. ليش إذا تساوى التردد وتساوى الطول الموجي؟ لأنه بنعرف إنه C إيش حتساوي؟ حتساوي لامدا مضروبة في F، كويس؟ الطول الموجي في التردد. طب إذا كان C هذا رقم ثابت، كويس؟ وكان الطول الموجي للموجة الأولى مثلا رقم معين، إذا حيطلع عندي تردد بقدر أحسبه بسهولة. لموجة أخرى لو كان عندي نفس الطول الموجي إذا حيحصل عندي أو حأحصل على نفس التردد. إذا
إذا تساوت الموجتين في الطول الموجي فهما يتساووا في التردد، لأنه حاصل ضرب الطول الموجي في التردد رقم ثابت وهو يساوي سرعات الضوء. لكن الفرق اللي عندي أنه في اختلاف في مقدار السعة، فلدى المنحنى A سعة موجية مقدارها وحدتين، في حين أن المنحنى B لديه أربع وحدات من السعة. وبرغم أنه هاتين الموجتين لهما نفس الطول الموجي والتردد والفترة، إلا أنهما تختلفان فقط في السعة زي ما شفنا مع بعض في الكيرف. تمام؟ إن سعة الموجة A شو بتمثل السعة؟ المسافة القصوى التي تحققها موجة من مركزها إلى قمة الموجة. يبقى من المركز، هذا هو المركز لأنه هذا الخط هو إشماله بيقسم لي الموجة إلى جزئين متماثلين، فهو عبارة عن مركز الموجة. يبقى من المركز إلى أقصى ارتفاع إلى أقصى ارتفاع راح نسميه حاجة اسمها سعة الموجة. لذلك فإن كمية طاقة الموجة تتناسب مع مربع السعة، كمية الطاقة تتناسب مع مربع السعة، ويمكن حساب التردد من خلال معرفة الطول الموجي، لأنه هنا إذا أنا عرفت لمدة بقدر أطلع F طبعا بمعلومية السرعة. عشان الكلام هذا بالنسبة لنا يكون مفهوم، نأخذ مثال رياضي بسيط بيقول لي إذا كان طول الموجي لمدة بيساوي 0.6 مايكرومتر، وسرعة انتشار الموجة V هي محصلة الطول الموجي وترددها، يعني V أو السرعة أو C بتساوي لامدا مضروبة في مين؟ في F. إيش بقول لي؟ فيمكن حساب التردد كما يلي. الآن بنعرف إنه سرعة الموجة هي عبارة عن سرعة الضوء، يبقى هذه V هي عبارة عن 3 مضروب في 10 أس 8. كويس؟ هذه الوحدة إيش مقدارها؟ متر بير سكند. كويس؟ متر في الثانية. حتساوي لامدا الطول الموجي 0.6 مايكرومتر، يبقى حقول 0.6. أوكي؟ طيب هذه بالمايكرومتر وهذا الطرف الأيسر عندي بالمتر، فحاجي أقول ضرب 10 أس ناقص 6 عشان تصير هذه بالمتر، لأنه بنفعش يكون عندي الطرف الأيسر بالمتر وهنا أستعمل بالمايكرومتر. مضروب في مين؟ مضروب كله في F. إذا بقدر أطلع التردد، بقول إنه F حيساوي 3 في 10 أس 8 مقسوم على 0.6 في 10 أس ناقص 6، فحيطلع عندي نص مضروب في 10 أس 15 هرتز. هذا مثال بسيط ومباشر، أنا بأطلب منكم تحلوه بإيديكم وتستعملوا الآلة الحاسبة عشان تدربوا على هذه المسائل. هل يوجد علاقة بين الطول الموجي والتردد؟ نعم، العلاقة عكسية. ليش؟ لأنه اتفقنا أنه C أو V إيش حتساوي؟ حتساوي لامدا مضروبة في مين؟ مضروبة في التردد. كويس؟ هذه V رقم ثابت، هذا عبارة عن ثابت. الآن هذا رقم ثابت، طب إذا لامدا كبرت هذه حتصغر F، لأنه حاصل ضربهم بده يكون رقم ثابت. طب إذا هذه صغرت F حتكبر عشان أحافظ على هذا الرقم يظل ثابت. إذن واضح أنه العلاقة بين طول الموجة وترددها هي علاقة عكسية، فإذا كان طول الموجة أقصر كان التردد أعلى، وإذا كان طول الموجة أطول كان التردد منخفض. عشان هيك نتطلع هنا مع بعض بنلاحظ أنه هذه موجات قصيرة لكن ترددها عالي، إذن هي عالية الطاقة. زي مين؟ زي الأشعة الفوق بنفسجية، زي أشعة إكس وأشعة جاما. هذه الموجات هي موجات طويلة، تردد منخفض وطاقة منخفضة، زي مين؟ زي المايكروويف، موجات التلفزيون وموجات الراديو. إذن من هذه الرسمة نستطيع أن نستنتج أن العلاقة بين التردد والطول الموجي هي علاقة عكسية. كيف الآن نحسب كمية الطاقة الناتجة عن الإشعاع الكهرومغناطيسي؟ الإشعاع الكهرومغناطيسي زي ما اتفقنا قبل شوي هو في الأصل ضوء الشمس. هذا الضوء يتكون من وحدات أساسية تسمى فوتونات. إذن عشان أحسب الطاقة المحملة بالفوتونات ولها طول موجي محدد، ممكن أستعمل العلاقة الرياضية التالية. العلاقة بتقول لي Q بيساوي H ضرب F. مين هي Q؟ Q هي عبارة عن طاقة الفوتون وتقاس بوحدة اسمها الجول. يبقى الطاقة تقاس بوحدة تسمى الجول. Q بتساوي H مضروبة في F. مين هي H؟ H هي عبارة عن ثابت بلانك، هذا الثابت يساوي 6.6262
مضروب في 10 أس ناقص 34 جول لكل ثانية، والإف هي عبارة عن الفريكوانسي أو عبارة عن التردد. طب إحنا اللي بنعرفه إنه سي بتساوي لامدا مضروبة في مين؟ مضروبة في إف. يبقى هذا بيعطيني إنه إف إيش حيساوي؟ حيساوي سي على لامدا، مظبوط؟ عشان هيك جينا رفعنا إف من هان حطينا مكانها سي على لامدا، يبقى كيو بتساوي إتش في سي على لامدا. هذه العلاقة إيش معناها؟ أو إيش بتقول لي؟ كيو بتساوي إتش في سي على لامدا. واضح إنه العلاقة عكسية بين كيو وبين لامدا، لأنه كل ما لامدا كبرت، لامدا في المقام، كل ما كبرت كل ما كيو صغرت. يبقى المعادلة بتقول لي إنه طاقة الفوتون تتناسب تناسبا عكسيا مع الطول الموجي، كل ما كبر الطول الموجي كل ما قلت الطاقة، فكلما كان الطول الموجي أطول كان محتوى الطاقة أقل. فعلى سبيل المثال لو أنا بدي أحسب طاقة الفوتون الواحد عند الطول الموجي اللي مقداره نص مايكرومتر، نيجي على المعادلة بدي أحسب كيو أنا، تمام؟ كيو حتساوي H، هي عبارة عن ثابت بلانك، تمام؟ مضروب في C اللي هي سرعة الضوء اللي هي 3 في 10 أس 8 على لامدا اللي هي نص مايكرومتر، يبقى نص في 10 أس ناقص 6 بقدر أطلع قيمة كيو. نشوف مع بعض الكلام هذا، فهي بقول لي كيو بتساوي H، هذا عبارة عن ثابت بلانك مضروب في سرعة الضوء مقسوم على الطول الموجي، بيطلع عندي 40 في 10 أس ناقص 20 جول. طبعا هذا الرقم رقم صغير جدا 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 جدا، رقم صغير. عشان هيك بنلاحظ انه الاشعاعات المنبعثة طبيعيا من الظواهر الطبيعية على سطح الارض والتي تتميز بطول موجاتها يصعب استشعارها، صعب جدا اقيسها بالمجاس لانها قليلة جدا جدا، رقم صغير جدا مقارنة بالظواهر التي تنبعث منها اشعاعات قصيرة الموجة. هذا الطول الموجي كل ما كان قصير كل ما الرقم هذا كبر، وبالتالي يسهل علي عملية قياسها. هذا ايش بتطلب مني؟ طلب مني انه تقوم مجسات الاستشعار عن بعد بعمليات مسح كبيرة ومتكررة وفي اوقات مختلفة. ليش؟ حتى تستطيع كشف تلك الطاقة المنخفضة. يبقى عشان انا اكشف الطاقة المنخفضة انا بحتاج الى عمليات مسح كبيرة ومتكررة وفي اوقات مختلفة حتى اقدر التقط او اقيس هذه الطاقة القليلة او الطاقة المنخفضة. الآن في عندي مثالين بسيطين أنا بأتركهم لكم تحلوهم. هاي المثال الأول، ما هي الطاقة المنبعثة من فوتون طول موجته 400 نانومتر؟ النانومتر هو 10 أس ناقص 9، 10 أس ناقص 9 من المتر، يبقى حأضرب الرقم هذا 400 في 10 أس ناقص 9 وبأكمل بشكل طبيعي زي ما شفنا في المثال السابق. الآن أجا أعطاني مثال آخر قال لي احسب لي الطاقة الناتجة عن فوتون طول موجته 700 نانومتر، كويس؟ يبقى 700 في 10 أس ناقص 9 من المتر. اللي أنا بدي أياك تنتبه له إنه في حالة ال 700 نانومتر أعطاني 2.84 في 10 أس ناقص 19، هنا في حالة ال 400 نانومتر أعطاني 4.97 في 10 أس ناقص 19، إذن واضح إنه ال 400 نانومتر أعطاني طاقة أكثر من ال 700 نانومتر، إذن العلاقة عكسية بين الطاقة وبين الطول الموجي. بهيك بنكون احنا انتهينا، من الجزء المخصص للقاء اليوم، على أمل أن نلتقي بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.